السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أصبحنا وأصبح الملك لله، ما شاء الله تبارك الرحمن. يوم الجمعة عندنا حراج طيور وحراج الأبقاء. هلا أبو صالح، اليوم برد اليوم، ما شاء الله تبارك الرحمن. تعال شوف أفراخ يا أبو صالح، تعال شوف أفراخ الطيبة ما شاء الله. كم يسامن؟ يسامن 20. ما شاء الله تبقى مزحمهن. أقول تقدر مزحمهن، ضيقن عليها الشبك. زيك قلت ما ودي أحطهن بثنين. طيبات ذولي، يسامن 20. فراخة زاجل ما شاء الله. وشو على فهم؟ ما ها؟ طيب على فهم؟ طيبات. ها؟ الله يبارك لك. ذرة صفراء وياكلن شعير وياكلن مركة. ذرة صفراء؟ شعير. إيه ذرة صفراء عاد زينة لا تمام. شح. ما شاء الله ما شاء الله. قسام الجوز 20. الله يبارك لك. ما شاء الله. الله هذه ديوك بيعنا على 22. كم عددهن يا ابو؟ العدد 15. بيعت الحبة ب 22. ديوك. انا 20 الجوز. حضيرك كامل. كم عدد؟ كم بيت؟ 15 حبة. صباح الخير. يلا حيث شلونك؟ وش بعتوا افراخ هذول؟ والله كانوا يقولون انه على 20، احنا بعنا الاعلام فوق ال 20. طيب 24. 24 صار ما شاء الله. افراخ طيبه هذه فرنسي شبكي وقته فراخة على 24 بيع. أنا بيع على 24 الجوز. ما شاء الله شوفن وذولي. ذولي ما عنده ولا إيه. تعال. لو هذا على 24. كلهن. إيه. على 24 بيع. فراخة. يبدأ السوق بعد صلاة الفجر على طول مباشرة. هلا شرف، هلا ابو خالد، هلا شرف صباح الخير يا صباح الخير. ديوك هلا شرف. ديوك وذولي وش ذولي؟ ذولي بغدادي كله بغدادي. شرط انتاج كم يسامن؟ ما سيمن الا هذي بغدادي. يا هذول ما سيمن بغداديات. الحبشي بعناه انا ابو خالد ب 120 حبش. 100 صافي، ب 100 صافي كلها احب الجوز. الله يرضى انا 120 وهذا يسام 8 ريال ابو خالد. شباب عشه كامله يمكن يجي حول 100 جوز. هذا يسام 9 ريال سلفه ربع عشه شرط انتاج. وديوك يسام على الشهر. ستة وثلاثمية لي أنا لك السوم. ما شاء الله الله يرزقنا وياك ما شاء الله. خليك تعدنا هون أنا هون. إيه هون. لا والله أنتم اللي هون. ستة آلاف ثلاثمية
مرحبا يا عم. وش بو؟ برد. برد؟ برد ايوه. كم يسام؟ بردان. كم يسام؟ لسه ما نسامش. ثور ولا عجلة؟ ثور. ها؟ ثور. برد. من كان له حيلة فليحتال حطين له ذي عشان ما يرضى ما يرضى عمه. شريته؟ سمته. كم سمته؟ 16 سم 15 يقول بعشرين تو 900 شنك عثمان يا هلا بخور يا هلا والله ما صار 800 هلا والله ابراهيم شلونك طيب شخبارك طيب الله يسلمك شلونك يا هلا والله بخوي شخبارك قد 9000 يشوفون سنه وسنه كذا 7000
طيب شلونك؟ هلا والله بلعب مستدع. شلونك؟ طيب شلونك ابو موسى؟ طيب يا هلا والله مسهلا نعمة عظيمة الله يسلمك بنعمة يا ربي لك الحمد يا هلا والله. ابو فواز شلونك؟ طيب شلونك؟ طيب تبارك هلا هلا علي الله يحييك طيب شبارك طيب تقرب رغبت ولا البقر والله اليوم يومك يومك بعد عندنا اليوم المانيين جايزين لهم الشغل المانيين شايفين شغل الشباب اللي امس الله يجزاهم خير ما قصروا كانوا يعني انطباعهم كويس ونقلوه لنفس الشركه قالوا ما احنا مفوتين دول جايين من حائل رايحين الرياض قالوا اللي بنوقف ببريد هذا الغير اللي امس غير اللي امس هو عندكم ان شاء الله غيره كثير ما شاء الله الله يعين الشركة الانطباع إلى الآن جيد والله الشباب الله يجزاهم خير بالمدخل على السوق رتبوا دخلتنا وأشوف تفاعل الجمهور أيضا إيجابي الله يجزاهم خير كلهم شيء على قولتهم يثلج الصدر إن المجتمع المحلي أخوي علي الحين وش السبب إلا مدينة الأنعام؟ أبو خالد يعني إحنا الحمد لله ديرتنا كبيرة وكل ديرة بها سوق وكل ديرة بها هلا ولا أحد يقبل من الثاني لكن حنا كمنظمين دائم نجيب للمكان اللي جاهز لاستقبال ضيوف يصير دخولهم وخروجهم مرتب بشكل منظم والشباب في مدينة بريدة للأنعام يعني جد الله يجزاهم خير لا من الجهات الحكومية ولا من الجهات الأهلية ولا أهل السوق كل يجعل دربنا لهالأمر هذا جدا سهل التنظيم الترتيب التنسيق بيننا قبل وعقب حتى التقرير عقب وأخذ ملاحظاتنا بين بعض يعني له دور تحسين التجربة للسائح احنا قاعدين نشوف الان سياح يجون بدوننا وقاعدين يجون حالهم لانهم شافوا تجربتنا تنجح والانطباعات الحمد لله ايجابيه ابشرك اخوي علي وش اللي يعجبهم اكثر شيء بمدينه الانعام هو الحقيقه في كل مكان شيء مهم جدا ويمكن تشوف مدينه الانعام اكثر اللي هو تفاعل الناس العاديين اللي احنا نشوفهم الناس عيالنا واهلنا وجماعتنا وشبابنا وصغارنا وكبرنا هنا في السوق هم اهلنا اللي جبناهم للناس وشافونا هذا رقم واحد والموجودين بالسوق كلهم بدون استثناء كل يعني يشارك بشكل إيجابي بهالموضوع هذا واحد الأمر الثاني أكثر ما يعجبهم هو الحقيقة الجمال لأنه ما يعرفون عن السعودية الجمال يعتقدون ومدينة الأنعام ببريدة هي اللي تساعدنا أن نوريهم ترى عندنا منتجات أخرى أو حيوانات أخرى أو طيور غير الجمال اليوم ما شاء سوق الأبقار مرة مستمتعين تسمع الأصوات هذول من طرف السوق وهم يقولون وش الأصوات هذه وجاءوا يركضون للحراج ما شاء الله الله يحييك الله يبقى يا هلا والله مصر يا هلا بك يا هلا
عرفونا اليوم اهل الكويت يلا حيهم. الله يبقيك. يا هلا والله ومسهلا. الاسم عبد المطيري. والنعم والله. الحلال من اهل سيهات. والنعم والله الله يحييكم يا هلا والله ومسهلا. اول مره تجون للسوق؟ اول مره نطب السوق. الله يحييك. سناباتك جينا السوق. الله يحييك يا عم الله يحييكم يا هلا والله ومسهلا. الله يحييكم يا هلا والله. 6300 ها؟ 4 400 500 600 700 600 700 900 ها 7000 300 400 500 600 700 800 900 ها ثمانية صافي ها ثمانية صافي اقعد 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 7900 7900 دافع يا علي دافع 8000 8000 ها 800 شاور عذول 800 سمعنا اياه ولا رسومه قرايب قضيته وخلاص سو سجل رحمة رحمة خلاص بيع يلا سو كم كم بيعت 800 أنا بكين يسام 6.5 120 جوز يسام على 6.5 هلا برضمان شلونك هلا صديقي يا هلا وين انت شلون الوالدة سلمني علي تكفانا والله شلونك طيب شمارك كم البيض ابو عبد الله انا 15 وش بيضه ذا دجاج بلدي هذا بيض بلدي يقول على 15 ورا لونه كذا احمر احمر لونه عاد سر المهن ها لا يعني مو بمهجنات الا مهجنات وشوبه تركي ايه تركي الدجاج مهجن سودا على اكله وشو اكلها؟ اكله ايه يقول مهجنات تركي مع بلدي ايه ما شاء الله الطبق الامهات مهجنات ايه الطبق ب 15 بيع ولا صوم؟ بيع بيع ب 15 كم له البيض ذا؟ حق امس 15 بيض البلدي مفيد ازين من اللي بالبقاله تفرقه عندنا اللي تبيض بالبقاله ها ما نطلع بيض الله يوفقك هذا ذكر نعام يساهم 1000 ريال جاب الله هالشرابه من كان له حيله فليحتال ها سبحان الله العظيم سامنا البكين كم جوز؟ أنا شفت والله العدد يمكن 115 116 حبة أنا شفت 28 سام على 28 سام على 28 جوز العدد فوق 14 ريال الحبة ب 14 سام ما شاء الله ولا رانب؟ رانب تو على 35 جوز الجوز 35 رانب يلا يا عيال كم أفراخه؟ كم؟ أفراخه ذي سمعة 22 سامن على 22.5 يقول أفراخة فرنسي ما شاء الله وين الأفراخة؟ بكين حق السبع سمعة 30 ريال الجو حق ذب ونونا بعناه ب 35 35 30 ذا يقول بيع هلا كم الدجاج؟ هذول سامن 150 الثلاث حبات ايه انت وين ذكر؟ وش سامن؟ هذول سام 150 شو اسمه؟ براما براما السام اسلان براما براما وذولي دجاج بلدي دجاج بلدي بياض على 15 بياض اقول ايه بياض على 15 وفراخ هذولي 23 ما شاء الله السوم على 23 ما شاء الله 23 صوت
شلون السوق اليوم ابو مطر؟ والله انه وصل. ها؟ على كم مسام؟ انا ابو خالد. يا والله. انا بشبيع العلبيه 45 جنيه. 145 انا اثي ولا الكوب؟ قبل ذكر واحد بس. ما يبي الا بعزه البلد. الا بشتري. غير تراب. 40 17 تراب. ها؟ كم صار الدولي؟ بيع الدولي. هذه تراب. والدجاج؟ الدجاج كان 18. كلهن؟ لا هذاك الفيوم على 20. الفيومي على 20 هذا سنة 18 وهذه 22 أفراخ الجاني مختلفة على 22؟ نعم سوم على 22 أفراخ زاجل وفرنسي على كم الوز عراقي يا أبو عبد الله على كم؟ 300 جوز الجوز يقول 300 وزع راقي الجوز الكورة ولا نادي؟ كورة هذولي لحم يروحون يذبحونهم على 110 الجوز هذا اللي بعناه على 140 على كل واحدة كم معه؟ 12 كل واحدة مع 12 بيعا على 140 الوحدة الوحدة بيعت 140 أنا والله يلا حي تعال على 25 أخذتها very good experience, very good people. Thank you. وش يقول؟ ما سمعته. He said it's a very good experience with very good people. تجربة أثرية مع ناس جدا رائعين. شكرا لك. Thank you. Let's go. شكرا لك بخالد. يا والله ما شاء الله حيك. يا الله يحييك. شرفنا اليوم العام عبد الرحمن حسين. يلا حيه. يا هلا والله ومسهلا اشبه خليتها الشرقيه لا الشرقيه والرياض عيالي ما اقدر الله يحييك والله يا هلا جهودكم والله جزاكم خير الله يحييك والله الله يحييك والله يا عم ما قصرت ورفعت الروس الله يسلمك ويحييك يا هلا والله ومسهلا يا هلا بكم يا هلا والله ومسهلا يعزكم ولا يعز عليكم الله يسلمك حييك يسلمك ما شاء الله السلام عليكم يا هلا ابو عبد الله شلونك طيب يا هلا والله ابو عمر يا هلا بك يا هلا والله مسهلا شلونك السلام عليكم طيب بارك الله حيك شلونك طيب شباب لقينا شو اسمك ماي نيم فيليكس فيليكس ضيافة ابو عمر ما شاء الله من القناة يا ابو عمر ما شاء الله الله يحييك والله يحييكم يا هلا هذا محل الجميع يا ابو خالد الله يسلمك يا زكري بضيافة ابو عمر اليوم بحد الجلسات بالسوق يا ابو خالد الله يحييك الله يحييكم يا هلا والله ومسهلا بالجميع This is فيليكس فيليكس هاو ار يو فيليكس هاو ار يو فيري جود ثانك يو This is my name حسن دويفي حسن ويش اوكي ما شاء الله يا ابو عبد الله تعرف قلين هجل انا كنت اتعلم الحين لا ادرسكم بغيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله مساءكم بكل خير يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة عندنا حراج النجد يبدأ بعد صلاة الجمعة مباشرة فقط نجد جمعة يجون كثيرين وجمعة يجون شويين بعد صلاة الجمعة يبدأ الحراج بنفس مدينة النعم الله يحييكم فقط نجد السلام عليكم يلا حيوا هلا بخوي هلا والله مسلم ما شاء الله
هذا حراجة اللي عمدتهم ابو سليمان الفلاح. جاي ولا ابو سليمان؟ على القوة يا ابو سليمان ما شاء الله. وي هلا والله ابو سليمان. شلون السوق ابو سليمان؟ والله ان شاء الله تحرز زين السوق ان شاء الله. الله يرزق الجميع ان شاء الله. يا هلا والله ابو سليمان. يا هلا والله اني بنعم ما شاء الله. الله يوفقنا وياكم امين. كل خير فعلا يا ابو عبد الله. 110 بسم الله على النبي بسم هذه يا رجل. 1110 ما شاء الله ما شاء الله. هلا هلا والله ابو بدر. يلا حي شلونك؟ كيف حالك؟ شلون صحك؟ مبارك عساك طيب. شلون اسواق؟ والله انا انحرس عاد عينك شرهه انت يا ابو. انت تبي الشيء الطيب ها؟ ما شاء الله. الله يبارك ان شاء الله يرزق الجميع. عندك اياه؟ عندك اياه؟ انك ما تزود 100 ريال براسك. 110 خلها ب 200 عشان ابو خالد جامد. شفت الله دقه والله تدقه. الله يرزق الجميع. 210 الله يرزق. 210 210 220 على 1260 260 على جبره. ما شاء الله جبره. وراك ما تبي لا افا 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 260 ها ايش هذا؟ رخال ولا خرفان؟ 4 و4 كم وصل السعر؟ 70 تعال تعال شوف تعال شوف تعال 1070 1070 ما شاء الله. كم تساهم ذي ابو عبد الله؟ ما شاء الله شلونك؟ طيب كم تسام هذه؟ ما سيمت. ما شاء الله تبارك الرحمن. كم تسام ذي يا عم؟ على 1020 يا ولد. ما شاء الله على 1020. السوم 1020. كم؟ والله ما سيمت. ما سيمت. اه والله ما سيمت. 7 رخال و 3 رخال. على 20. على 1020 1060 هذه يا ولد ب 710 جاب له 710 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
ما شاء الله الله يبارك لكم. الجبر ذي أول ما صورته هلا بثلاث الله حيه هلا 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 بالفلاج يلا حيه هلا والله شلونك طيب يلا حيه شلونك 30 لتو راحت اسف كم بيع؟ 960 960 الله يبارك وين راح هذا؟ ما ادري راح احنا اطلع بس اطلع اطلع220 طيب يا ذيب 30 اللي انا وياك 30 40 30 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
ما شاء الله الله يبارك. بيعت ب 1360. ما شاء الله كله خرفان. كم العدد؟ العدد 12 بيعا على 1350 صافي. ما شاء الله الله يبارك لهم. بيعت 1360. رخال خربان كلها بعد على 980 على 89 على 89 على 89 على 89 على 89 على 89 والله رقم طيف بنها بال 4 صافي الله كان يا ابو كله رخام هلا والله بخوي هلا والله شلونك هلا والله كم يا ابو خالد كم وصلا؟ خلال 30 خلال 40 كم وصلا يا ولد؟ يقولون 1040 خلال 50 خلال 50 ايه ونضيف ها؟ قرفان 60 70 70 80 100 صافي ب 110 ب 110 ب 110 و10 20 20 20 20 20 20 1120 كم يساهم الخروف؟ ماشيين يقرع؟ لا ماهد سيمة رعيك كم وصل الخروف يا ولد؟ ماشيين
ما شاء الله. وصلت على 1270 كلها خرفان. فيها ميزه يا ابو خالد، ايش رايها؟ انا ما فيها خرجه. ها هذه ميزتها اللي خلاص ترتفع بدون تضامن. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الزين. خرجان مشكله صح، لعلهم يشوفون له علاج. هو نظافه المكان هو اللي نظافه المكان يكون مره ترى لها دور بلمن حط في الدبر البيضه ذي يكب فيها شوي كذا. ايه هو عند الاطباء المره يكب فيها لين تروح صفراء يصبها في الحيط. صحيح. وتنتقل. هلا ابو اخوي، هلا والله، شلونك؟ قريب تضحك علينا. لا 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 الله يحييك. بعد شوي بلجي اللي عنده. ها احنا احنا ولا فيها اسبوع راح يا ولد، السوق مليان حلال. نجينا ما لا لا في حلال اسبوع اللي راح مليان حلال اسبوع. اها قايلين احنا جمعة وجمعة صح. ايوه يوم جمعة 70 1200 عمي يا عمي، شريت مثل الصافي، شريت مثل الصافي الرجال اللي 80 70 صافي ممتاز. يلا حيو يا هلا والله مصر. من وين؟ من المدينة. من المدينة. هذا اخونا من المدينة. يا هلا والله مصر. وين تبيع؟ المدينة. وين؟ سوق المدينة نفسه؟ سوق المدينة. الله يحييكم يا أهل المدينة. يا هلا والله ومسهلا. الله يحييك. ما عرفنا اسمك. محمد الحربي. محمد الحربي والنعم والله. أول مرة تجي هنا؟ لا لا مبطي. مبطي؟ إيه. ما بسطوه ما بسطوه بسوق المدينة. الله الله يحييك يا أهل المدينة أكثر من أهل. لا لا كلنا نحبه والله، كلنا نحبه. إي والله اللي يجي ينشط سوقنا نحبه ونغلي، واللي يشرفنا بعد. الله يحييكم والله. يا هلا والله ومسهلا. كم فاضي. كم بيعت؟ كم صافي؟ ب3000. اي ب3000 صافي. ب3000 اي ب3110 ما شاء الله بيعت ب3000 وصافي. ميزته انه يشرط، يقول سليمه من الجروح. سبعين 770 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